ولنقاش ملف المخفيين قسرا في العراق بعد اكتشاف مقبرة جماعية لجثث المغيبين من أبناء محافظة صلاح الدين، تنضم إلينا عبر سكايب من لندن الدكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. أهلا بك دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. وعليكم السلام دكتورة. في ظل تفاقم أزمة المخفيين قسرا في العراق، كيف تبدو أوضاعهم بعد انتهاء العمليات العسكرية؟ مع الأسف الشديد، يعني أوضاع المغيبين قسريا لا زالت سيئة وأكثر سوءا. العمليات العسكرية التي حدثت في العراق خلفت الآلاف المؤلفة من المغيبين قسريا الذين لا يعرف مصيرهم لحد الآن. وبعد انتهاء العمليات العسكرية استمرت عمليات التغييب القسري في العراق ولم تنتهي، وآخرها العمليات التي طالت المتظاهرين في العراق، متظاهرين سلميين في العراق والذين لا يزال ألف منهم لا يعرف مصيرهم لحد الآن. نعم. بعد اكتشاف مقبرة جماعية جنوبي تكريت، إلى أي مدى تكشف هذه المقبرة الجماعية حجم المأساة التي يعيشها العراقيون في ظل الحديث عن اختفاء أكثر من 27 ألف من المحافظة الواحدة فقط؟ يعني هذه مجرد بداية. يعني أرقام المغيبين قسريا في العراق يتراوح بين 250 ألف إلى حوالي مليون شخص، والكثير تم تغييبهم خلال العمليات العسكرية، والآن بدأت تتكشف هذه المقابر طبعا لأسباب عديدة، وبدأت تظهر حجم المأساة الكبيرة التي تعرض لها أهالي هذه المناطق. الكثير من التقارير الحقوقية قد وثقت اختفاء الكثير من أبناء هذه المناطق واختفائهم على أيدي الميليشيات، ولكن لم يكن هناك أي تجاوب. على العكس، كان هناك يعني رفض وادعاء بأنه لا أساس لمثل هذه المزاعم، والآن بدأت تتكشف الكثير الآن من الإبلاغات التي تصل إلى المراكز الحقوقية تؤكد أن هناك في كل فترة يتم اكتشاف مقبرة في إحدى مناطق العراق وليس فقط في محافظة صلاح الدين. نعم. من المسؤول عن هذه الجرائم دكتورة، خاصة أن القوات الأمنية وبرفقة عدد من الميليشيات ساهمت في السيطرة على هذه المناطق بعد ما يعرف بالحرب على الإرهاب؟ يعني المسؤولية الأولى هي تقع على عاتق الحكومة العراقية، خاصة وأن الحكومة قد قننت هذه الميليشيات واعتبرت نفسها مسؤولة عن هذه الميليشيات وعن تصرفات هذه الميليشيات، وأطلقت يد الميليشيات لكي تعبث في هذه المناطق وترتكب مثل هذه الجرائم البشعة بحق المدنيين. ولذلك طبعا الحكومة تتحمل هي المسؤولية الأول والأخير، وطبعا ليست الحكومة الحالية فقط بل من سبقها من الحكومات التي تعاقبت منذ بدء الاحتلال العراقي الأمريكي للعراق. إضافة إلى ذلك يتحمل المسؤولية قوات التحالف الدولي التي ساعدت وقامت بدعم هذه الميليشيات عن طريق التدريب وحتى دعم معنوي عن طريق يعني بعض التصريحات التي كانت تؤكد على إيجابية الدور الذي تقوم به الميليشيا، كما كان يصرح بذلك الناطق الرسمي باسم القوات الأمريكية في العراق. هؤلاء جميعهم هؤلاء إضافة إلى مسؤولية مباشرة للميليشيات. نعم. شك الأهالي في المنطقة من أن الميليشيات منعتهم من استعادة جثامين ذويهم ومنعتهم من الوصول إلى المقبرة، ما سبب ذلك وما الذي تخفيه هذه الميليشيات في هذه المقابر؟ يعني في الحقيقة يعني هذا متوقع،
الميليشيات أولا هي المسؤولة عن ما حدث في هذه المناطق، وهي التي ارتكبت جرائم بصورة مباشرة بحق هؤلاء المدنيين. إذا بالتأكيد سوف تعمد إلى إبعاد الأهالي ويعني عرقلتهم من الوصول إلى هذه المقابر وفتحها والمطالبة بحقوق هؤلاء الضحايا، خاصة وأن هذه المقبرة سوف تجر بعدها الكثير من يعني الاكتشاف المقابر الأخرى. يعني لاحظنا أن في البيان كثرة العدد الكبير من الناس الذين تم تغييبهم في هذه المناطق، إضافة إلى ذلك فقد تم يعني التصريح بأن هناك مناطق أخرى توجد فيها مثل هذه المقابر ولكن الميليشيات تمنعهم. الحقيقة الميليشيات ارتكبت خطأ كبير وجسيم وجريمة كبيرة، خاصة وأنها تعتقد أن هؤلاء الأهالي سوف يسكتوا عن حقوق أبنائهم وسوف لن يأتي اليوم الذي سوف يعني يطالبون ويسألون عن أبنائهم وأين تم تغييبهم وأين هم مختفون. نعم، في هذا السياق بالحديث عن حقوق الأهالي، ما السبل القانونية التي يمكن أن يلجأ إليها ذوو المخفيين قسرا والذين ربما غيبوا في هذه المقابر الجماعية بمجهولي الهوية؟ يعني ليس هناك دليل على أنهم هناك مقابر تحوي جثامينهم. ما السبل القانونية خاصة بعد مناشدات حقوقية ومنظمات دولية للقضاء العراقي؟ أولا يجب أن يعرف هؤلاء الأهالي أن لهم حقوق في الإبلاغ عن أي مختفي. الإبلاغ يتم عن طريق السلطات في العراق أو عن طريق حتى الاتصال بالجهات الدولية، وهناك يعني بلاغات يعني الطلب يقدم إلى مثلا لجنة الإخفاء القسري من أجل الكشف عن مصير هؤلاء. إضافة إلى ذلك من حق هؤلاء أن يطالبوا بتحقيق يجري من أجل الكشف عن مصير ذويهم، إضافة إلى ذلك من حقهم الوصول إلى الأماكن سواء كانت أماكن احتجاز أو حتى مقابر جماعية وفتح هذه المقابر من أجل الوصول إلى ذويهم الذين تم تغييبهم في هذه الأماكن. أيضا من حقهم الحصول على الحماية من أي أذى سوف يلحق بهم بسبب تهديد الميليشيات أو بسبب تهديد أي جهة أو الأحزاب أو غيرها أو حتى الحكومة العراقية. إضافة إلى ذلك من حق ذوي المغيبين أن يتم ضمان يعني سلامة إجراءات التحقيق، وأيضا عدم عرقلة التحقيق تحت أي ذريعة. كل هذا يستطيع أهالي المغيبين قسريا أن يحصلوا على هذه الحقوق. والحقيقة الآن هناك الكثير من الإبلاغات التي تصل إلى اللجنة الدولية للإخفاء القسري، والحقيقة هناك عدد كبير من المراكز والمواقع في العراق التي تم يعني تجميعها لدى اللجنة الدولية المعنية بالإخفاء القسري، والحقيقة العدد كبير ومهول، وهذا العدد يتزايد بين فترة وأخرى. إضافة إلى ذلك أنصح أهالي المغيبين أن لا تستغلهم الميليشيات وتقوم بتخويفهم من أجل أن تسكتهم، بل يجب أن يستمروا بالمطالب بحقوقهم. هناك أيضا جمعيات دولية معنية بحقوق المغيبين قسريا يستطيعون يعني التسجيل فيها، وبهذا يضمنون أن صوتهم يصل إلى العالم. وأيضا أنصح أهالي المغيبين قسريا بأن يشكلوا لجنة وطنية للمغيبين قسريا في العراق تعني بعوائل المغيبين قسريا، ويقوم بتسجيل أسماء أو أبنائهم الذين تم تغييبهم عن طريق تكوين قاعدة بيانات، خاصة وأن الحكومة الآن الحقيقة وحسب تصريحات
لجنة الإخفاء القسري أنها لا توجد لديها مع الأسف الشديد قاعدة بيانات يعني يستطيع حتى المجتمع الدولي أن يعتمد عليها، وأنها تستمد المعلومات من طرف واحد ولا تستمده من مصادر كثيرة تستطيع أن يعني تمدهم بمعلومات أكثر حول ما يجري من الإخفاء القسري في العراق. وبالتالي هناك محاولة من الحكومة للتعتيم على ما يجري في العراق. الحقيقة الكثير من الخطوات التي تستطيع أن تقوم به عوائل المخفيين قسريا، والحقيقة بيان وجهاء الإسحاق يعني اليوم يعني أنا أعتبره ضربة كبيرة بوجه جميع المجرمين الذين قاموا بهذه الجريمة البشعة. شكرا جزيلا لك. مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب دكتورة فاطمة العاني، حدثتنا عبر سكايب من لندن.